في هذا الفيديو خاوتي ندخلكم ديريكت الموضوع. راح نقوم بفضيحة أكبر المعارضين في الجزائر بين قوسين هشام عبود. راح نقول لكم تقنيته الغبية في إقناع مستمعيه الأغبياء صراحة، واللي مازال ما هيش روطان عليهم باش يعاودوا يغيروا تفكيرهم في هذا الشخص. وأيضا نهضر لكم على كل الأخبار الكاذبة من الكثير من المواقع المغربية على الجزائر، وعدنا الدليل كومبلي اللي هي مجرد كذب، هكذا باش يطمئن قلبكم. في هذا الفيديو خاوتي جبت لكم يعني اتهامات قذرة وقذرة جدا. منين خاوتي؟ من جارتنا المغرب، راهي تتحدث على امور وراهي تلفق اتهامات لا اساس لها من الصحة. وحوست وفركت الانترنت خاوتي، لانه انا يعني نهار اللي نجي نحوس على الاخبار نحوس مليح باش نتاكد من صحة الخبر باش اقوم بنقله لكم خاوتي. وصراحة خاوتي كنت عارف بأنه هذا الخبر يعني مجرد إشاعة، يعني نشرته المخزن على الجزائر. هذا الخبر وش يقول؟ يقول باللي زعما الحماية المدنية الجزائرية راح تسرق الذهب من بيوت ليبيا. أمر غير منطقي تماما. أولا خاوتي اللي ما شافش الأوضاع في ليبيا راه ما شاف والو. يعني اللي شاف كما قلت لكم الأوضاع في ليبيا يشوف باللي يعني هذاك الطوفان ولا هذيك الامطار مسحت كلش، يعني ما خلات فقط ولا شيء ما عدا الدمار والركام فقط. كل شيء اداه البحر، يعني البحر هو اللي سرق كل هذيك الامور. لكن من الاغرب بديت نحوس هكا في الانترنت، قلت هاو بالك نلقى كاش موقع ليبي يتحدث على هذا الامر. ما تعرف قاع هذا الدنيا خاوتي، كاين الكثير من الاخبار قادر تكون حقيقيه. ما بديت نحوس هكذايا في المواقع، بعد تفاجأت خاوتي باللي يعني كون المواقع اللي كتنشر هذه الإشاعات على الجزائر هي كلها مواقع مخزنية مغربية، يعني ولا موقع اللي بيتحدث على هذا الأمر. بعد فجأة لقيت موقع جزائري يتحدث على هذا الأمر، قلت والله غير موقع جزائري يتحدث على هذا الأمر، واسمه algeriatimes.net. كي دخلت لي خاوتي لقيت زعما موقع من المواقع تاع المعارضة، ولكن ليست المعارضة السلمية المليحة، لا المعارضة القذرة خاوتي اللي زعما تحوس تجبد فقط الفضائح. ثم بديت نزيد نحوس على هذا الموضوع اكثر، ومن بعد واش لقيت خاوتي؟ هشام عبود يعني هذا احد المعارضين اللي معروف انه يكره النظام بزاف ويسب النظام بزاف وهو مش عايش في الجزائر، ايضا لقيته يأكد هذا الاخبار وعلى بدون اي اساس. يعني انا تفهم خاوتي هذا النوع تاع المعارضين يمحو كل كلاب بدون اي ادلة وبدون اي اساس، وما كان حتى فيديو يثبت هذا الامر. ايضا خاوتي كان شيء مهم جدا، يعني هذا هشام عبود المنعول النهار اللي زعما بدا يستدل باللي الحماية المدنية الجزائرية راهي تسرق كان يهاجم شعبه، ايضا استدل بواحد القناة مخزنية قاعدة تقول باللي الليبيين الجزائريين يسرقوا الليبيين. وهذا الامر كما على بالكم عادي بين الجزائر والمغرب، لانه المغرب دائما تنشر الاكاذيب على الجزائر. شوفوا دوك نوريكم هذه القناه وين جايه خاوتي، شوفوا واش قالها. في عز الازمه التي يعيشها الليبيون اثر اعصار دانيال، لم تتردد فرق الانقاذ الجزائريه في نهب وسرقه ممتلكات المواطنين المنكوبين. شوفوا معايا خاوتي، اولا هذه القناه اديت هذا الفيديو اديته من القناة الجزائرية الدولية، هنا راه مغطيها هذا هشام عبود بالرمز تاعو الغبي زعما تاع السلام، ولكن هو ماشي حاوس على السلام، راه نورمالمون يكتب هنا إذا عبود كذب تيفي. شوفوا هنا خاوتي هذه تيلي 24 عربي، رحت حوست عليها، اشوفوا مليح على هذا الرمز خاوتي، تي بالازرق و24 بالازرق وكلش بلاك حل، تيلي 24 عربي. هاليك قولوا لي مشي هي خاوتي، هايليك تي بالازرق 24 بالازرق وكلش بلاك حل، تي دي 24 عربي. ميزو هذا القناة تاعهم خاوتي، تي دي 24 شبكة اخبارية رقمية مغربية 100%. هشام بهلول متأكدش ميم با يعني من مصداقية هذا القناة، فيها 2000 مشترك وب 16 فيديو وعندها اكثر من عامين من اللي تحلت، يعني واحد ما شافها. الفيديو تاعي التالي فيه اكثر من 10000 فيو كومبلي، أكثر من عدد مشتركين تحت القناة كاملة. إذا لماذا يستدل هشام عبود بقناة ما عدا حتى مصداقية؟ بالإضافة إلى ذلك مغربية وتنشر الكذب على الجزائر. هذا الأمر يخلي الناس اللي تتبع هشام عبود تخمم مليح. أما عن الفيديو اللي كان يهضر عليه هشام عبود فهاوليك خاوتي، عنده 6 أيام
فضيحة فرق إنقاذ جزائرية اختلست كمية من الذهب من أحد المحلات بمدينة درنة الليبية عنده شوف 477 مشاهدة خاوتي. كي تدخلوا كما قلت لكم تسمعوا نفس الشيء. في عز الأزمة التي يعيشها الليبيون إثر إعصار دانيال، لم تتردد فرق الإنقاذ الجزائرية. شتو خاوتي سمعتوش قال هاليك في عز الأزمة التي يعيشها الليبيون إثر إعصار دانيال، لم تتردد فرق الإنقاذ الجزائري. يعني حقا هذا الشخص قادر، خاص يعود يراجع الأمور تاعو، يراجع من راه يجيب الأخبار. أنا أحكي لكم الأخبار خاوتي لأنه لو حدث هذا الأمر بالفعل رانا في واحد الوقت تاع الإنترنت، رانا في وقت تاع الهواتف، أي شيء تقدر تجبد وتصور، هذيك هي لابروف تاعك. ما عندكش هذا الأمر تقدر تقول راك كذاب. شوفوا خاوتي قالك في خضم الأزمة، هذه من واحد تاع المواقع تاع المخزنيين اللي كانوا ينشروا في الإشاعة هذه على الجزائر. وبالعاني خاوتي قد تقولوا لي راك روطار بزاف في هذا الخبر، لا خاوتي كنت ننتظر يعني بعض الليبيين يتحدثوا على هذا الأمر ولا مواقع ليبية باش نتأكد إلى أنه ولا موقع ليبي جبد وتحدث على هذا الأمر، وكل الليبيين اللي تحدثوا على هذا الأمر كانوا يدافعوا على الجزائر. احنا نقرأ لكم من الموقع المخزني خاوتي، قال لك نقل شخصين من أفراد الحماية المدنية الجزائرية إلى أحد مستشفيات درنة بعد تعرضهم للضرب المبرح من طرف الساكنة لتورطهم في سرقة بعض البيوت والسطو عليها. الآن خوتي خليني أوضح لكم شيء مهم جدا، خلاص ما كاش مستشفى في درنة خوتي، شتو داك الطوفان اللي ضرب حتى المستشفى وداه. سما ميزو شنو هو المستشفى تاع درنة خوتي؟ المستشفى اللي راه في درنة هي السفينة الحربية اللي بعثتها الجزائر إلى ليبيا، يعني هيك شغل جاية سفينة وهي مدينة عائمة يديروا فيها كل من مستشفى والكثير من المرافق الأخرى. ثم إذا زعما راح داوها المستشفى، المستشفى راح يكون هي سفينة الجزائر. هذه المعلومة الأولى الخاطئة. المعلومة الثانية قالك دائما اللي فيه طبع مستحيل يتركه، والجزائريين طبعهم السرقة. هنا خاوتي تبين لك باللي اللي فيه طبع عنده الحق، عمره ما ينطبع، والمغاربة كذابين ينشروا الأكاذيب. ليس كل المغاربة طبعا خاوتي، ولكن هذه الفئة من المغاربة، لأن في حتى الجزائريين كما قلت لكم كانوا يهاجموا على إخوانهم الحماية المدنية الجزائرية. الآن خاوتي عليه هذا الأمر قادر جدا. دوكا نفهم زعما لو كان جيت تهاجم لي هادو السياسيين ونقولوا يعني شغل الدول العالم كومبلي عندهم مشكل مع السياسيين تاعهم ويضلوا يشتكوا منهم، ما يهمش اشكي على روحك. بصح ليه راك تخلط في أعوان حماية مدنية بساكن؟ ماشي اللي قال لي زعما لي ملياردير دا ويجروا هكذا ويسلكوا حياة الناس وتزيد تلفق لهم تهم ما تكزيستيش أصلا. وزيد الى اضف الى هذا الامر يعني شغل المعارضين كبار معروفين كما هذاك اسمه هذاك هشام عبود يجي يخرج ويهضر لك تصريحات غبيه مثل هذه بدون اي اساس. ما شفنا ولا فيديو يثبت هذا الامر، ما شفنا ولا فيديو يثبت يعني تورط الحمايه المدنيه الجزائريه في هذه الاتهامات الخطيره جدا. ايضا شوفوا شو يقول لك هذا الموقع خاوتي، قال لك وفقا لوسائل اعلام ليبيه متعدده تم الكشف عن سرقه كميه كبيره من الذهب من محلات بيع المجوهرات اللي تمسحت، بين قوسين محلات بيع المجوهرات كش ما بقى فيها مجوهرات خاوتي. هذاك الطوفان مسح بنايات كومبلي داهم، ما بقى والو، يعني العباد ومسحهم، كيف راح تقعد لك مجوهرات؟ قال لك في مدينه درنة الليبيه المتضرره من قبل بعض عناصر فرق الانقاذ الجزائريه، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو لهذه العملية. يا خوتي والله روحوا حوسوا راكم أحرار يا سيدي، ديروا في بي ام باش ما يمنعوكم شو، وكتبوا حوسوا إذا لقيتوا فيديو واحد، فيديو واحد أرواحوا قولوا لي الكلب وأنا نقول لكم إيه أنا كلب. ما كانش حوست والله يا خوتي ولقيت غيقولكم ربما هذا الأمر صحيح، ولا بالك حتى ما ننشر عليها فيديو، ما نكذبش عليكم خوتي ما شتيش هذه الأمور أنا، ولكن حوست وما لقيتش. لكن لقيت حاجة خاوتي عجبكم مش لقيتها، لقيت الليبيين يدافعوا على الجزائر. واحد الليبي فحل خاوتي خرج بعد هذا الاتهامات وشوفوا وش قال على الجزائر وفرق الحماية الجزائرية. انك انت تستخدم مصايب ليبيا باش تبتل فتنة بين الشعب الليبي والشعب الجزائري وترضي نفسك التي يعني جابتك للسوء. حي الله الجزائر وحي الله فرق الإنقاذ الجزائرية وحي الله أهلنا في الجزائر وأحبابنا وأصحابنا وبارك الله فيهم على فزعتهم، والكلام هذا كله عار على الصحة. وإذا كان في شيء زي هذا صار في ليبيا إحنا أولى أن نتكلم عليه وإحنا أولى أن إحنا نحكو فيه،
أنت كمغربي المفروض تلهى بمصابك الجلل وتلهى بالناس وتترحم عليهم وتساعد، كان عندك كيف تساعد، ولا تسكر فمك وتبتعد عن الفتنة. ولكن أصحاب الهوى وأصحاب الفتن هذا هو تخصصهم، سبحان الله، عندهم عقدة وعندهم فتن يتنفسوا في فتنة، سبحان الله. وهذا الشكلات اللي قدامك تخيل، وهذه طبعا أنا الفيديو جايبة من صفحة متاع قناة إخبارية على أساس مغربية. ثم ايش راكم في هذا الموضوع خاتم؟ ايش راكم في هذه الاكاذيب اللي راهم ينشروها المخزن؟ يعني كي تجي من المخزن امر متوقع، المخزني يضرب، واحنا ثاني كنا نشروا عليهم الاخبار ولكن ليس الاكاذيب. لكن كي تجيك من المعارضين الجزائريين زعما بين قوسين يحبوا الخير للبلد، ينشروا لك اكاذيب عليهم على الشعب الجزائري مش على الحكومة. هنا تعرف النية القذرة تاع هؤلاء الاشخاص. ثم ايش راكم خاوتي في هذا الامر؟ خبرونا لكم في التعليقات. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.